بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذه الآية من أروع الآيات التي تشكل المفتاح للفلاح بأعلى مراتبه وأسمى مراقيه. فخذها، الخطاب لموسى، والضمير يعود للألواح التي فيها هدى. فخذها بقوة، وهنا كلام طويل حول هذا المقطع نتركه لوقت آخر إن شاء الله. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهنا كلام، عدة كلمات، بحوث علمية حول هذا المقطع أيضا نتركها لوقت آخر لأن الوقت ضيق. منها أنه كيف يكون الأمر مولويا وجوبيا مع أن المتعلق هو غير واجب، هذا إن شاء الله في وقت آخر نبحثه بإذن الله تعالى، لكن ندخل في صلب المبحث. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هنالك حسن وهنالك أحسن، كما هنالك حسن وهنالك سيء. الحكيم ليس هو الذي يفاضل بين الحسن والسيء فينتخب الحسن، إن لم يفعل فهو سفيه ذاك البعيد، إنما الحكيم حقا هو الذي يفاضل بين الحسن والأحسن. والآية تشير إلى هذا المقطع: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. كلما حدث تزاحم بين الحسن والأحسن، وكل حياتنا تبتنى على هذا التزاحم، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأحسن. الآن عندنا عطلة لأيام، ثم عندنا عطل أخرى، ما الذي أصنعه في هذه الفرصة؟ هناك سلسلة من الأعمال الحسنة وهنالك سلسلة من الأعمال التي هي أحسن. على الإنسان يوميا أن يفكر هذا حسن أم أحسن، فينتخب الأحسن من بين الحسنيين. بعض الأمثلة المبتلى بها بشدة: الإنسان ينشغل بالمطالعة، يطالع الآن في ماذا؟ في كتب العقيدة حتى يصحح الاعتقاد، أم يطالع في الأخلاق حتى يهذب النفس، أم يطالع في بحوث أخرى كثيرة متنوعة. هذا مبحث، هنا حسن وهناك أحسن، فليجدول لذلك، يبدأ بالأحسن فإن فرغ منه فليبدأ بالحسن. في العمل الاجتماعي الإنسان أمره دائر، على سبيل المثال بين أن يربي مجموعة من الشباب وهو حسن دون شك وينبغي أن لا يهمل دون ريب، لكن أن تنشغل بتربية مجموعة من الأولياء بعد أن يسعى الإنسان لكي يكون هو من الأولياء، أن ينشغل الإنسان بتربية مجموعة من القادة الصالحين، هذا بلا شك أحسن من أن يتعاطى الإنسان مع مجموعة من الناس الطيبين ويحاول أن ينمي بعض مواهبهم. أيهما أفضل، أن الإنسان يأسس مدرسة ويربي فيها جنودا للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وعلماء أبرار يذبون عن حياض الشريعة،
أو ينشغل بأعمال أخرى. على الإنسان أن يفاضل دائما بين الحسن والأحسن فيتمسك بالأحسن. هذه فلسفة الفلاح. والعظماء أمثال الشيخ الطوسي بنى حياته على هذه الفلسفة، والآن تحضرني قصص لكن ماكو مجال لذلك. الشيخ الأنصاري بنى حياته على فلسفة الأحسن، لذا صار الشيخ الأنصاري. المقدس الأردبيلي بنى حياته على الأحسن، لذا صار ذاك العلم والبدر الزاهر في أفق الهداية وأصبحوا. أما أنا إذا بنيت حياتي على الحسن أكون واحد من بين العشرات من الملايين من الناس، أيهما الأفضل؟ الشيخ الأنصاري هنا نذكر قصة فيها عبرة وهي مرتبطة بنا. من الحسن أن يكون أن تكون لك دار واسعة جيدة، ما بإشكال التوسعة على العيال جيد حسن، لكن الأحسن أن تصرف جهدك بدل الاهتمام بدارك الشخصية مثلا على أن تبني مسجدا أو مدرسة أو حسينية أو مكتبة أو تؤسس فضائية. الوالد الله يرحمه كان يقول الإنسان ما عنده وقتين، هم يفكر بنفسه هم يفكر بدينه. عادة أكو تزاحم، الذين وقفوا نفسهم لدينهم كان عليهم أن يهملوا الكثير من حاجات الجسد، من نوم وراحة ونزهة وملذات الحياة، لذا وصلوا. الشيخ الأنصاري هنا مجموعة من التجار جاءوا ودفعوا له مبلغا ضخما ليشتري دارا واسعة، كانت دارة جدا ضيقة وهو مرجع. ذهبوا إلى الحاج، رجعوا الشيخ بعده في البيت السابق القديم الضيق جالس. أين؟ قال اشتريت دار أحسن، وراهم هذا المسجد اللي الآن 150 سنة مركز من أهم مراكز النور، أيهما أفضل؟ الشيخ الأنصاري كان يشتري دار واسعة ويريح نفسه لأيام وينتهي ذلك، أو أن يشتري بهذا المال هذا المسجد الذي كان مركز الحوزة العلمية في النجف الأشرف طوال عقود كثيرة من الزمن. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، على الإنسان أن يبني حياته على الأحسن. وهذا التزاحم دائما موجود، تقرأ القرآن الآن أو تقرأ تفسير القرآن، يعني تنشغل بتلاوة القرآن أو تنشغل بتفسير القرآن وفهم معانيه، تنشغل بالأصول أو بالفروع، تنشغل بالأهم أو تنشغل بالمهم. وأيضا من الأشياء في كلمة واحدة فقط، مما ينبغي على الإنسان أن يوليه أبلغ الاهتمام من دائرة الأحسن، زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بين فترة وأخرى، لأن هذه الزيارة تفتح على الإنسان بركات الدنيا والآخرة. إذا كان مكتوب في الأشقياء لا سمح الله، واحد لا يتصور أن العلم أهم من الزيارة. قد يكون مبدئياً العلم واجب كفائي والزيارة أمر مستحب، لكن المشكلة أن هذه الزيارة قد تكون مفتاح السعادة. هذا مكتوب لا سمح الله أن تزل قدمه في رياسة أو شهرة أو مال أو مرأة أو جمال في آخر عمره ذاك البعيد، فيقع في قعر جهنم. هذه الزيارة قد تغير، تمحو اسمه من ديوان الأشقياء فيسجل في ديوان السعداء، كفى بها فائدة، وهي أعظم فائدة. إلى فوائد أخرى كثيرة لكن الوقت لا يسعنا لكي نقرأ لكم بعض الروايات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.